السلام عليكم. تعاقد الزمالك مع حمدي النجاز عمل مشاكل كبيرة جدا 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 في تيم نادي الزمالك، ومسؤولين نادي الزمالك حاليا بيفكروا انهم يطلعوا من المأزق ده ازاي. هنشوف هيعملوا ايه في الحلقة دي، هنشوف بيفكروا في ايه وهيتصرفوا ازاي، هنشوف ايه هو الشيء اللي هو بقى ايه غير جمهور نادي الزمالك اللي ضاغط عشان حمدي النجاز ما يلعبش في الفريق. في سبب تاني مهم جدا جدا هو اللي بيخلي الإدارة تفكر ان النجاز ما يكونش موجود في تيم نادي الزمالك الموسم القادم. وكمان عبد الله السعيد كان في ناس دخلت مول الصفقة، ولكن نجوم نادي الزمالك كان ليهم رأي آخر، وإيه هو شرط الكابتن أسامة نبيه للعودة مرة أخرى لنادي الزمالك بعد الاستقالة. حلقة فيها أخبار مهمة جدا جدا جدا، خليك معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اول مره اتفرج علينا فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس، واكيد هيسعدنا دعمك بلايك وشير للفيديو. في البدايه عاوز اقول لك قبل ما ندخل في المواضيع بتاعتنا ان في 2 لعيبه من ناشئين نادي الزمالك راحوا انتقال حر لنادي سموحه. الاثنين لعيبه دول اللي هو حسين فيصل مواليد يعني 1999 ومهاب اشرف مواليد سنه 2000. الاثنين لعيبه دول ملقوش مكان في القايمة بتاعت نادي الزمالك وراحوا انتقال مجاني وحر لنادي سموحة اللي عمل عقد معاهم لمدة 3 سنين. يعني كنت اتمنى من مسؤولين نادي الزمالك ان هم يشوفوا لهم بيعة او يستفيد بيهم او يعملوا لهم اعارة، ولكن اعتقد ان القايمة ما كانش فيها مكان ليهم، وعشان كده تم الانتقال الحر. وكنت اتمنى انهم يروحوا نادي غير نادي سموحة، ولكن ده اللي حصل. واحزنني جدا ان هم راحوا نادي سموحة اللي كل جمهور نادي الزمالك رافض التعامل مع نادي سموحة ومع رئيسه فرج عامر. الكابتن أسامة نبيه خلاص كلنا عارفين ان هو يعني قدم استقالة من نادي الزمالك بسبب المشاكل وبسبب المستحقات بتاعته وبتاعت الجهاز الفني المصري اللي هم مش عارفين ياخدوها، وبسبب كمان الكابتن حسين السيد اللي فيه مشاكل كبيرة جدا 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 ما بينه وما بين أسامة نبيه وما بين حسين السيد أيضا وفاروق جعفر. ودي معلومة، فاروق جعفر وحسين السيد هم أزمات كبيرة جدا 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 داخل تيم نادي الزمالك. الكابتن حسين لبيب اتصل امبارح بالكابتن أسامة نبيه وقال له انا عاوز اقعد معاك، وبالفعل هيقعدوا مع بعض خلال الساعات القادمة. الكابتن أسامة نبيه هيشترط على الكابتن حسين لبيب شرط واحد للعودة، وهو ابعاد الكابتن حسين السيد عن الاشراف على فريق الكرة بنادي الزمالك. حسين السيد اللي احنا عارفينه انه هو عضو اللجنة، فمش هينفع يمشي خالص، ولكن ياخد جنب كده وملوش دعوة بفريق الكورة. طيب مين هو اللي يبقى موجود في فريق الكورة او يشرف على فريق الكورة؟ دي بتاعت الكابتن حسين لبيب اللي الكابتن أسامة نبيه طلبه شخصيا ان الكابتن حسين لبيب هو يبقى همز الوصل ما بين فرقة الكورة والإدارة. وبالفعل ممكن يعني في خلال الساعات القليلة القادمة الكابتن حسين لبيب هو اللي هيقوم بدور الكابتن حسين السيد في همزة الوصل ما بين فرقة الكرة وما بين مجلس الإدارة، والكابتن فاروق جعفر هيتم تهميش دوره خلال برضو الساعات القليلة القادمة عن فرقة الكرة بنادي الزمالك. اشترط أسامة نبيه ان حسين السيد يبعد خالص عن الفريق، وكمان اتكلم مع الكابتن حسين لبيب ان لازم المستحقات الجهاز المصري ياخدها لان المستحقات متأخرة وقليلة جدا. يعني مكافة الفوز للماتش الواحد عايز اقولك ان هم عملوا لهم 5000 جنيه، واللعيب معمول له 500000 جنيه، فانت حتى لو 10% هيبقى 50000، انما 5000 جنيه دي تتكلم في 1%. يعني أسامة نبيه بياخد 1% من اللي بياخده لعيب الكرة، عيب قوي قوي ان يحصل مع أسامة نبيه كده. هنشوف الساعات القليلة القادمة هيبقى فيها ايه في الملف ده بالذات. تعالوا بقى يلا بينا ندخل على الموضوعين الرئيسيين بتوع حلقتنا النهاردة. تعاقد الزمالك مع النجاز عمل مشاكل كبيرة جدا، مشاكل كبيرة في أوضة لبس
نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك والنجوم بشكل خاص، ومشاكل كبيره على مستوى جماهير نادي الزمالك اللي رافضه تماما عوده حمدي النجاز، واللعيبه رافضين تماما عوده حمدي النجاز. وانا مشفق على الاداره وانا مشفق على الكابتن حسين لبيب، لانه عنده 1,350,000 دولار غرامه المفروض تدفع في خلال اسبوع. هل بقى الغرامه دي ده حكم نهائي ولا مش حكم نهائي؟ ده اللي انا بحاول اعرفه فعلا لحضراتكم، بس المعلومة ان عندي ان هو مش حكم نهائي، ولكن هحاول اعرف لحضراتكم المعلومة الاكيدة ايه. الكابتن حسين لبيب دلوقتي ومجلس الاداره بيفكروا يتصرفوا ازاي في مشكله حمدي النجاز، بيفكروا يعملوا ايه، بيفكروا انهم يراضوا الجمهور ازاي وفي نفس الوقت يراضوا اللعيبه الكبار في نادي الزمالك ازاي اللي هم رافضين تماما عوده حمدي النجاز. بالفعل بدات الاتصالات وبدات الاعضاء يشوفوا حل وطريقه لحمدي النجاز. حمدي النجاز خلاص مجلس الإدارة بيشوف له بيع أو إعارة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد ما خلاص مضوا العقد معاه وبعد ما النجاز اتنازل تماما عن القضية بتاعته اللي في الفيفا اللي أخذ عليها حكم لنادي الزمالك. مسؤولين نادي الزمالك خلاص بدأوا يعملوا اتصالات وبدأوا يسوقوه يا إما بالبيع النهائي يا إما بالإعارة اللي هي بنسبة كبيرة ممكن تكون إعارة، عشان يتفادوا الصدام اللي موجود دلوقتي في فريق الكورة وعشان يتفادوا الصدام مع جمهور نادي الزمالك، وبالاخص ان عوده النجاز لتيم نادي الزمالك هتعمل عدم استقرار في فريق الكوره، فهم خلاص بيشوفوا له اعاره او بيشوفوا له بيع نهائي، زائد ان سيسي مقيد في القايمه اللي اتبعتت لاتحاد الكوره، فكده مفيش مكان، وانا قلت لكم قبل كده فاضل مكان واحد، يا سيسي يا النجاز، واحد منهم هو اللي هيتأيد، فاللي متأيد بالفعل حاليا هو سيسي. هل ممكن النجاز يكون على قائمه الانتظار وياخد مستحقاته من نادي الزمالك؟ ممكن، لغايه ما يشوفوا له بيع او اعاره، لغايه ما يشوفوا له بيع او اعاره، لان من المستحيل يتم قيد النجاز ورزاق سيسي يتساب حر طليق، ده هتكون يعني جريمه اخرى من لجنه نادي الزمالك، فاللجنه حاليا بتشوف بيع او اعاره للنجاز عشان اصلا غير الجماهير وغير فرقه الكوره اللي هم عاوزين يخلوا فيها استقرار، اصلا مفيش مكان للنجاز في القائمه بتاعت الخمسه الاجانب، لان اللعيب الخامس هو رزاق سيسي. هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل في الملف ده في تيم نادي الزمالك. موضوع عبد الله السعيد اصبح معقد جدا جدا جدا. اي نعم كان معقد من ناحيه بيراميدز، ولكن كان بدا يبقى في انفراجه شويه بسبب ضغط عبد الله السعيد، وبسبب ان بيراميدز بدا يقول للزمالك انا عاوز 20 مليون جنيه عشان اسيب لك عبد الله السعيد، ده غير العقد اللي هياخده عبد الله السعيد من نادي الزمالك. كان لسه في انفراجه هتحصل خلال برضو اليومين اللي فاتوا، ولكن لعيبه نادي الزمالك الكبار ونجوم نادي الزمالك اللي انا عارفهم بالاسم بس مش عاوز اتكلم على اسمائهم حاليا، رفضوا تماما انضمام عبد الله السعيد لنادي الزمالك. رفضوا ان هم مش عاوزين، هم شايفين ان هم اخذوا الدوري بدون عبد الله السعيد، وكمان شايفين ان هم اخذوا الدوري بدون اي تدعيمات خارجيه، فهم رافضين تماما وجود عبد الله السعيد. زائد ان في نجوم في الفرقه برضو انا عارفهم لا داعي لذكر اسمائهم، شايفين ان لو عبد الله جه هياخد 20 مليون، عبد الله مشترط على الزمالك 20 مليون جنيه لان هو كان بياخد 25 مليون في بيراميدز، فهو قال للزمالك انا هتنازل عن 5 مليون وهاجي هاخد 20 مليون، وده طبعا في نجوم كبيره في الفرقه هيرفضوا تماما ان عبد الله ياخد 20 مليون وهم بيلعبوا جنب عبد الله وهياخدوا رقم اقل من كده بكتير، وبيني وبينكم معاهم حق، زائد ان هم شايفين ان هم النجوم وهم الكبار بتوع الفرقه، ولو جه عبد الله السعيد ممكن يسحب البساط من تحت اقدامهم، لان عبد الله نجم كبير وعبد الله لعيب كبير وخبرات كبيره، فهيبقى لعيب كبير معاهم، فهم رافضين المبدا ده، هم شايفين ان هم نجوم الفرقه وشايفين ان هم اللعيب اللي يخش لعيب صغير، ولكن في كده 4-5 نجوم في الفرقه ما ينفعش حد يدخل معاهم، زائد ان موضوع الفلوس هيكون فيه ازمه وهيكون فيه مشكله، لان هم كمان شايفين ان من حقهم ياخدوا نفس الرقم اللي بياخده عبد الله السعيد، فالموضوع اتقفل ايضا من جانب نادي الزمالك والكابتن حسين لبيب حاليا واللجنه بيحاولوا ان هم يقفلوا على الفرقه ويقفلوا على الموجودين ويجددوا العقود بتاع طارق حامد وابو جبل وعبد الله جمعه ومحمد اوناجيوم واشرف بن شرقي على راسهم والقصه دي كلها، فهم بيحاولوا ان هم يجددوا للعيبه دي ويعملوا استقرار في الفرقه، وخاصه قبل مباريات
كأس مصر اللي هم حاطين امل عليها كبير، ياخدوا الكاس عشان يبقوا اخدوا الثنائيه ومش عايزين بلبله في الفرقه. فزي ما قلت لكم النجاز بنسبه كبيره هيطلع بيع او اعاره الفتره اللي جايه، وزي ما بقول لكم ان موضوع عبد الله السعيد اتقفل تماما ومش هيبقى فيه عبد الله السعيد من جانب بيراميدز، وايضا من جانب نادي الزمالك موضوع دونجا اتقفل تماما عشان خاطر محمود حماده راح نادي اعتقد راح لنادي فاركو. محمود حماده اللي بيلعب في نص الملعب في بيراميدز وكده مش موجود الا دونجا بس، ومستحيل بيراميدز يتنازل عن دونجا للزمالك. اقرب واحد حاليا اعتقد الصفقه القادمه والاخيره هتكون مهند لاشين لاعب طلائع الجيش اللي بالفعل الوقع عليه الزمالك، ولكن يتبقى شويه رتوش بسيطه جدا. احمد عيد راح اعاره ولاعب باسكت راح اعاره، وهيبقى في شويه فلوس الزمالك هيدفع لطلائع الجيش عشان يتنازل عن مهند لاشين لنادي الزمالك. خلصت حلقتنا النهارده، وفي النهايه لو اول مره اتفرج علينا فاكيد هيسعدني اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس، وفي النهاية أكيد لو الفيديو عجبك هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. أشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.